السلام عليكم طلاب الأحباء، سأبدأ اليوم في عرض مفردات مادة الامتحان الثاني وأبدأها بقصيدة لابن الرومي عنوانها ولي وطن آليت ألا أبيعه. أبدأ أولا بترجمة لحياة الشاعر، هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج وقيل جورجيس، عرف أو لقب بابن الرومي، هو شاعر من شعراء القرن الثالث الهجري وحصريا في العصر العباسي، ولد في منطقة العقيقة في بغداد في عام 221 للهجرة، وتوفي في عام 283 للهجرة. شهدت حياة الكثير من المآسي، هذه المآسي تركت أثارها على قصائده، كتب في عدد من الأغراض الشعرية مدح، هجاء، رثاء وفخر. كان من الشعراء المتميزين في عصره وله ديوان شعري مطبوع. عاصر 8 من الخلفاء العباسيين، كان معظم هؤلاء الخلفاء يرفضون مديحه ولا يبذلون له العطايا مقابل القصائد التي يكتبها. توفي مسموما في بغداد في عام 283 للهجرة و896 ميلادية. وأبدأ الآن بشرح القصيدة. يقول في البيت الأول: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ولي وطن آليت، آليت بمعنى أقسمت، والدهر هنا المقصود به الزمن الممتد، يجمع على أدهر ودهور. يقسم الشاعر هنا أنه له وطن، لن يسمح لنفسه أن يبيع هذا الوطن مهما بذل مقابله من مال، وسيدافع عنه بكل ما أوتي من قوة حتى لا يأتي غريب ويحط أقدامه في هذا الوطن. أما في البيت الثاني يقول: عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك. عهدت بمعنى عرفت، شرخ الشباب أول الشباب، شرخ مفرد تجمع على شروخ. يتحدث ابن الرومي في هذا البيت عن الأسباب التي تجعله متمسكا في وطنه، ومن هذه الأسباب أنه قضى في هذا الوطن أجمل أيام عمره، حيث كان شابا في مقتبل عمره، وكذلك عاش في هذا الوطن من النعم وأيام السعادة ما يشبه ما يحياه البشر حين يكون حاكمهم عادلا. إذن عاش في هذا الوطن وترغد فيه وتنعم فيه وقضى أجمل أيام بداية عمره فيه. أما في البيت الثالث فيقول: فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسدا إن بان غودرت هالك. ألفته النفس أي اعتادت علي، إن بان بمعنى إن بعد أو انفصل، غدرت بمعنى رحلت، والهالك بمعنى زائل، هالك مفرد تجمع على هلك وهلك وهوالك. طبعا مهم جدا المفرد والجمع والضبط مهم. يتحدث الشاعر هنا أو ابن الرومي عن اعتياده الوجود في وطنه، وهو يشبه حال تمسكه بوطنه بحال الإنسان الحي الذي إن غادرته روحه ونفسه فارق الحياة. والوطن في نظر ابن الرومي هو الروح التي يحيا فيها، فإن غادرت هذه الروح الجسد فني ومات، وكذلك في بعده عن الوطن كأنه يفارق الحياة. أما في البيت الرابع يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. الرجال هنا المقصود فيها الناس عامة، مآرب بمعنى مطالب وأهداف، مفردها مأرب. يرى ابن الرومي أن ما يجعل الإنسان محبا ووفيا، إذا يتحدث عن الأسباب التي من أجلها يكون الإنسان متمسكا بوطنه. هو يقول أسباب تمسكه بوطنه أنه قضى فيها أجمل أيام عمره ومراحل عمره، والتي يكون الإنسان فيها بأوج قوته في أرض الوطن، تلك الأرض التي مكنتهم وجعلتهم يحققون أهدافهم وطموحهم وغاياتهم. أما في البيت الخامس فيقول: إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم
عهود الصبا فيها فحن، ولذلك العهود هي الأيام الأولى التي كانوا يغدون فيها في ذلك الوطن. الصبا هو الصغر وأول الشباب، حنوا بمعنى اشتاقوا. يشير ابن الرومي هنا أن المحب لوطنه كلما يذكر لفظ الوطن أمامه تستحضر روحه أحلى ذكريات عمره التي عاشها على أرضه، ويأخذه الحنين إلى أيام الصبا التي عاشها في كنف الأهل والأحبة. البيت السادس يقول: وقد ضامني فيه لئيم وعزني، وها أنا منه معصم بحبالك. ضامني بمعنى ظلمني، وقد ضامني فيه لئيم. الضيم هو الظلم، اللئيم هو سيء الأخلاق والنفس. لئيم مفرد تجمع على لئام ولؤماء. أما بمعنى عزني، لفظ عزني بنفس معنى ضامني بمعنى ظلمني وقهرني. إذن عزني وضامني بنفس المعنى. وقد ضامني فيه لئيم وعزني، وها هذا نسمي لها حرف تنبيه. معصم بمعنى محتمن، حبالك بمعنى القوة، الحبال بمعنى هنا القوة. في البيت السادس يشير ابن الرومي إلى دافعه الأساسي، إذن السبب الأساسي في كتابة هذه القصيدة كما أشار ابن الرومي أنه وقع عليه من الجور والظلم من جاره، فقد ظلمه وقهره قهر كبير، وهذا ما جعله يلجأ إلى الوالي ويحتمي عنده، لأنه تأمل أن ينصفه ويحميه مما وقع عليه الظلم. إذن سبب الأساسي في كتابة القصيدة أن ابن الرومي وقع عليه ظلم من جاره، فاحتمى بالوالي علّه ينصره ويعيد له حقه الذي سلبه ذلك الجار. الوالي الذي اشتكى إليه ابن الرومي في هذه القصيدة هو سليمان بن عبد الله بن طاهر والي بغداد. إذن قدم ابن الرومي شكواه إلى الوالي سليمان بن عبد الله بن طاهر بن والي بغداد، وكان واليا لبغداد. في البيت السابع: وأحدث أحداثا أضرت بمنزلي، يريغ إلى بيعه منه المسالك. يريغ بمعنى يبتعد عن الحق، وقد قصد هنا ابن الرومي إرادة المعتدي أن يبعده عن بيته. من هو المعتدي؟ هو الجار. أما بعد المسالك هنا الطرق، إذا حاول بكافة الطرق والوسائل أن يسلب منه بيته ويرغمه على بيع هذا البيت. يؤكد ابن الرومي أن جاره حاول فعل أمور كثيرة تضر ببيته ومنزله، وكان الهدف بالدرجة الأولى أن يرغمه على ترك بيته وبيعه. أما في البيت الثامن يقول: وراغمني فيما أتى من ظلامتي، وقال لجهد في جهد احتيالك. الآن راغمني بمعنى عاداني وقام بهجراني. ظلامتي اللي هي شدة ظلمه لي، شدة الظلم. وقال ليجهد، اجهد بمعنى قم ببذل كل ما تستطيع وكن قويا. ورغمني فيما أتى، يعني بمعنى قال له ابذل كل ما استطعت، لن تنال شيئا ولن تستطيع إلا أن تبيع هذا البيت. اجهد أي قم ببذل كل ما تستطيع القيام به وكن قويا. وجهد احتيالك، الجهد هو الطاقة، الجهد هو الطاقة، واحتيالك ما تمتلك من حيل وطرق. في البيت الثامن يبين ابن الرومي أن جاره عاداه وظلمه أشد الظلم بمحاولته إبعاده عن بيته، ولم يكتفي بهذا بل لجأ إلى أسلوب التهديد في هذا البيت، في سخرية وتهديد من قبل الجار، لأنه ماذا قال له؟ ليس بيدك أي حيلة لتظل في بيتك، ومهما كنت قويا وامتلكت من قوة في الدفاع فإنك لن تستطيع أن تسمع من حولك شكواك والظلم الذي وقع عليه. أما في البيت التاسع يقول: من القوم لا يرعون حقا لشاعر، ولا تقتدي أفعالهم بفعالك. القوم هنا المقصود بها جماعة من الناس، يرعون بمعنى يصونون، تقتدي بمعنى تتأثر، يعني يقتدي بشخص يتأثر به. يخاطب ابن الرومي الوالي فيقول: أكثر الناس لا يكترثون أن يعطوا الشعراء حقوقهم، وذلك لأنهم لم يصلوا إلى رفعة وأخلاق هؤلاء الشعراء. أما البيت العاشر فيقول: فجلي عن المظلوم كل ظلامة، وقدك نفوس الكاشحين المهالك. فجلي
كأنه هنا يخاطب الوالي فيقول اكشف وابعد. وقدك بمعنى حمتك، والكاشحين هم الأعداء الكارهين، الكارهين له. الآن كأن هنا يعني هذا البيت فيه نوع من التحبب والدعاء للوالي بأن الله يبعد عنه الأعداء المغرضين الذين يتمنون زوال ملكه ويطلب منه رفع الظلم عن المظلومين. فيقول في هذا البيت: فأزل أيها الوالي ما وقع علي من ظلم من هذا الجار، وأدعو الله عز وجل أن يقيك ويحميك من شرور الأعداء ويبعد عنك كل ما يؤدي إلى الفناء والهلاك. الآن العواطف التي ظهرت في هذه القصيدة. الآن أول شيء في عاطفة الحب والاعتزاز بمنزله. لاحظوا هناك عاطفة كفكرة رئيسية وألفاظ تدل على هذه العاطفة. إذن أول عاطفة يوجد عاطفة الحب والاعتزاز بمنزله، الألفاظ الدالة عليها نعمة، لما قال نعمة لفظ يدل على اعترافه بفضل وطنه ومنزله عليه، وقد نكرت كلمة نعمة، جاءت نكرة لتعظيم مكانة الوطن. ظلالك، لما قال عن الوالي في ظلالك تدل على الرعاية والحماية. عهدت بمعنى عرفته، وهنا تعود على يعني تعبر عن الراحة النفسية والحب والتعود. أما في ذكره لكلمة الوطن الدهر، هنا تدل على شدة تمسكه بوطنه أبد الدهر أو على الزمن الممتد. آليت قسم يدل على شدة ارتباطه، لما إنسان يستخدم القسم دليل على شدة اعتزازه بهذا الشيء، فإذا هذا يدل على شدة ارتباطه بوطنه. العاطفة الثانية التي ظهرت: حبه لمنزله وضيقه من جاره وحسرته على أفعاله معه، ومن الألفاظ الدالة عليه فحن الفاء. فحن الفاء تفيد التعقيب والسرعة والترتيب. تسأل عن نوع الفاء، هنا الفاء تفيد التعقيب والسرعة والترتيب. الآن أتوقع هنا جاءت الفاء سببية. ضامني لئيم عزني، هذه الألفاظ ضامني لئيم عزني توحي بحسرته وضيقه من هذا الجار. لئيم، جاءت كلمة لئيم نكرة للتحقير. إذا أداة شرط تفيد التقرير لجواب شرطها ذكرتهم. إذا أداة شرط تفيد التقرير، أين جواب الشرط ذكرتهم. مآرب جمع يدل على كثرة أحلامهم التي تحققت في هذا المنزل، وكلمة مآرب جاءت نكرة أيضا للتعظيم. حببة ذكروا عهود الصبا، هي ألفاظ تدل على الحب والحنين للمنزل. العاطفة الثالثة هي عاطفة الشكوى والضيق من الجار والرجاء من الوالي أن يرفع الظلم عنهم، من الألفاظ التي دلت عليها مثل كلمة أحداثا، جاءت كلمة أحداث نكرة للتهويل، وجاءت جمع تفيد الكثرة، كثرة الأحداث. أما المسالك تدل على كثرة الوسائل التي استخدمها ذلك الجار للتنكيل بابن الرومي ليجعله يترك منزله. كانت أيضا أضرت وراغمني وظلامتي، هي ألفاظ تدل على ظلم الجار له وضيق ابن الرومي منهم. حقا أيضا جاءت نكرة للتقليل، أي أنهم لا يرعون له حق ولو كان هذا الحق قليل. أما أبرز الخصائص الفنية التي وردت في القصيدة: أول عمق المعاني وترابطها، وضوح الأفكار، توظيف الصور الفنية، عدم التكلف باستخدام المحسنات البديعة. لم نجد كثير من المحسنات البديعية، كانت قليلة وكانت بسيطة. وأيضا عندنا تأثر بمعاني القرآن الكريم، وهنا اقتباس من الآيات الكريمة: عزني ومعصم بحبالك، معصم بحبالك مثل واعتصموا بحبل الله جميعا. وكلمة عزني أتوقع وردت في الآية وعزني بالخطاب، إذن هنا اقتباس وتأثر في القرآن الكريم. هذا أبرز ما يتعلق بقصيدة ابن الرومي. سأضع الشرح مع الفيديو حتى يتمكن الطالب من الحصول على المادة المشروحة دون أن يعاني من في سبيل الحصول عليها. يعطيكم ألف عافية.